السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن إيلون ماسك، وفي الموضوع ده هنعرف لمحة بسيطة عن إيلون ماسك، وإيه هو مشروع إيلون ماسك والمتمثل في الشريحة، وهي مزايا وعيوب الشريحة، ومين مع أو ضد إيلون ماسك في مشروع الشريحة. خلينا نبدأ. إيلون ماسك رجل أعمال كندي حاصل على الجنسية الأمريكية، ولد في جنوب أفريقيا في 28 يونيو عام 1971. وإيلون ماسك مستثمر ومخترع ومهندس ومؤسس شركة سبيس إكس، وشارك في تأسيس شركة تسلا موتورز وشركة بيبال، وهو رئيس مجلس إدارة شركة سولار سيتي. ويعتبر إيلون ماسك من أغنى رجال العالم، ويحتل ترتيب المركز 53 من بين قائمة أغنى رجال العالم بثروة تقدر ب 20 مليون دولار. ومؤخرا أعلن إيلون ماسك عن شريحة بيتم تركيبها في الدماغ البشرية، وهي في حجم العملة المعدنية، وبتتكون من 1024 قط بيتم تركيبها وتوزيعها حول الشريحة عند زراعتها في الدماغ البشرية. وإيلون ماسك قال بأن الشريحة بيتم تركيبها عن طريق آلة، وبالتالي فهي عملية آلية لا تخطئ، وده وفقا لكلام إيلون ماسك. وإيلون ماسك عشان يطمن الجمهور في المؤتمر اللي عقدته شركة نيورالينك للإعلان عن مشروع الشريحة، أحضر معه ثلاث خنازير. الخنزير الأول تم زراعة شريحة في جمجمته، والخنزير الثاني تم زراعة شريحتين في جمجمته، والخنزير الثالث تم زراعة شريحة، وبعد فترة تم نزع الشريحة من جمجمة الخنزير. ووضح للحاضرين في المؤتمر بأن الخنزير الثالث اللي تمت إزالة الشريحة من جمجمته سليم ويعيش حياة طبيعية، ودي كانت وسيلة إيلون ماسك ليثبت للجمهور أو يطمئن الجمهور على أن تركيب الشريحة أو إزالتها لا يضر بمن تم تركيب الشريحة له. وإيلون ماسك وضح بأن الشريحة هيكون لها دور واعد في علاج مرضى الشلل، وهيكون للشريحة قدرة في قياس درجة الحرارة والضغط والحركة، بالإضافة للتحذير من النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بالإضافة لتخزين الذكريات والتخاطر الذهني والتحكم في الأشياء عبر الدماغ، وأيضا علاج الأمراض النفسية والعصبية. وأضاف إيلون ماسك بأن التحام العقل البشري بالآلة والمتمثلة في الشريحة هي الوسيلة المثلى والأفضل لمواجهة الذكاء الاصطناعي في المستقبل والمتمثل في الروبوتات. وفكرة إيلون ماسك عن الشريحة ما كانتش فكرة جديدة كليا، ففي أول الثمانينات تمت عملية زراعة قوقعة، وده عن طريق ميكروفون بيتم التقاط الأصوات من خارج الدماغ للشخص المركب ليه قوقعة، ويتم تحويل الأصوات لإشارات يتم إرسالها لعصب السمع، وبالتالي يستطيع الأصم أن يسمع مرة أخرى. كمان مجموعة من الباحثين استطاعوا إعادة النظر لبعض المصابين بأنواع محددة من العمى، وده عن طريق كاميرا بتصور فيديو خارجي، وتتم معالجة الفيديو على هيئة إشارات يتم إرسالها مباشرة لاستثارة الشبكة العصبية الدماغية المسؤولة عن الإبصار، وبالتالي يستطيع بعض المصابون بأنواع معينة من العمى الإبصار مرة أخرى. وفي 2014 تمكن باحثون في جامعة واشنطن من الربط دماغين من شخصين على بعد كيلومتر، تمكن أحدهم من دفع الآخر عن طريق التخاطر الذهني، بمعنى عن طريق التفكير فقط. وفي 2008 تمكن مجموعة من الباحثين من جعل قرد يحرك طرف صناعي روبوت عن طريق التفكير، وتم تطبيق التجربة على البشر 2012، والتجربة تمكن فيها المتطوعين من تحريك طرف صناعي روبوت عن طريق التفكير والتركيز على تحريك الطرف الصناعي، وده لأن موجات الدماغ بتخلق أنماط معينة، والأنماط دي بيستخدمها الباحثون في محاولة واعدة منهم لعلاج مرضى الشلل والجهاز العصبي. وبالتالي فاللي عرضه إيلون ماسك بخصوص الشريحة ما كانش إلا خطوة من خطوات التطور التكنولوجي اللي بدأ في سبعينيات القرن الماضي في محاولة منه لربط الدماغ البشري بالآلة. وبالإضافة لطموح إيلون ماسك بخصوص الشريحة، انضم إلى بعض علماء الإبصار وقالوا بأن من الممكن أن يأتي يوم نضيف قدرات خارقة لأجسادنا، كمان من الممكن أن نرصد أنواع من الطيف الكهرومغناطيسي اللي أجهزتنا الحسية لم تصل إليها بعد، ولكن لا نعرف متى يحدث ذلك، ولكنها تخمينات يمكن أن تحدث في المستقبل أو لا. والشخص اللي هيتم تركيب شريحة إيلون ماسك له قد يتمكن من استدعاء سيارته ذاتية القيادة بمجرد التفكير فيها، وكمان البشر ممكن انهم يتواصلوا مع بعض عن طريق التخاطر والتفكير فقط. ولكن ايه هي مخاطر شريحة إيلون ماسك ان تمت؟ مخاطر الشريحة متعددة، ومنها يخشى المراقبون ان تكون الشريحة ان تمت اداة في يد الاشرار او الحكومات الدكتاتورية للسيطرة على شعوبها، والشريحة هتسمح لمطوريها بمعرفة افكار المستخدمين
والتجسس على مكالماتهم ومحادثاتهم ومعرفة ما يدور بداخل جسم من تم تركيب الشريحة له بل وحتى تفكيره. والأخطر إذا تم اختراق الشريحة من القراصنة أو المخترقين أو تمكنت دولة معادية أو إرهابيين من التحكم في الشريحة، فمن الوارد أن يتم توجيه المستخدم للقيام بأعمال تخريبية تهدد الأمن القومي، بالإضافة لخروج المستخدم عن السيطرة. والحلقة دي انتهت لحد هنا، وفي الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم عن إيلون ماسك بالتفصيل. وما تنساش تبص على المصادر، هسيبها لك في وصف الفيديو. وإذا كنت مشترك عندي بالقناة ما تنساش اللايك والشير، وإذا ما كنتش مشترك عندي بالقناة اشتراكك يدعمنا لتقديم الجديد والجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.